تقهوى. أعطي الشايب أول. أقول لك فين أصدقائي عامر وياسر وشكوش؟ أخوياك موجودين في الحفظ والصون، هالحين أناديهم لك. أجلس أستريح، أنا بتصل عليهم عشان يجوا ويتفاجئوا إني موجود. كفتة خلوه علي يا النكبة، لا تدق، انتظر برا لين يجيك، تفهم ولا ما تفهم؟ كيفك يا عامر؟ من انت؟ انا اخوكم وجاركم زيد. على فكرة ترى اللي سويتوه هذا مو عيب، وانا فخور فيكم ومبسوط اني ساكن في حارة فيها شباب امثالكم يخافون على جيرانهم، بس للأسف انتم فاهمين الموضوع غلط. اغبيا يا جار اغبيا، تعال يا عامر، طلع الرجال ما هو حرامي مسكين. انا اقول تعالوا تعالوا خلني اقهويكم وفهمكم السالفة كلها. شكلنا استعجلنا. وش السالفة؟ ما ادري، بس تعالوا نعرف باقي الموضوع. انت روح ولا خلوني هنا. يا ابن حلال لا تخاف، لا تصير زلابة انت، امش امش. واخوي يبغى يسبقني وياخذ ابوي عنده في البيت الحالة، ويبي هو اللي يبر فيه، خصوصا ان ابوي اكل. الحمد لله على كل حال، أبوي عنده المرض الخبيث في رجله، للأسف إن ما لحقنا عليه والمرض انتشر في كل جسم. الحمد لله على كل حال، بصراحة أنا كنت أبغى أكسب أجر أبوي وأخذ بره لين آخر يوم في حياته، وخصوصا إن أيامه معدودة، وهذه علمه عند الله. فكرت أي فكرة قلت لازم أنا أبر فيه. صراحة الفكرة اللي جت في بالي إني أنحاش من كل الناس، وإني أدور لي فيلا وأستأجرها وأجي أنا أبوي فيها وأبر فيه، على الأقل إني أكسب أجره إلى آخر يوم في حياتك. يعني ذا أبوك؟ أبوي اللي تركت الناس كلهم عشان أبر في آخر يوم في حياته. عاد تكفون يا عيال، أي أحد يسأل عني لا تعطونه أي معلومة، وخصوصا أخوي، ما بيجي وياخذ أبوي مني. أنا لا يمكن أخلي أحد يجي ياخذ أبوي، أنا ودي أبر فيه يا عيال. اللي سويته شيء ما كنا نتوقعه، الله يرزقنا بر عيالنا. اللهم امين. بصراحة انا ما ادري وش اقول لكم، لكن الله يجزاكم خير. وعلى اذنكم عيال، انا بروح اشوف ابوي، اخاف يحتاج شيء وانا ماني بعنده. على اذنكم. يا اخي ما شاء الله عليك، يلا مشينا. ما عندك استراحة يا وليدي، تروح وتريح لي؟ الاستراحة وسلمناها، واخذنا عهد أنا وأخوياي أن نقضي باقي أيامنا في رعاية والدينا. وأنا أطلب منك شيء، فارزني، انزلع، شايفني محرول قدامك؟ لا 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 لا، بسم الله عليك يبا، لا لا ما أنت محرول، بس أنا ودي أبر فيك. تكفى يبا تكفى، لا تحرمني الأجر، خلنا أبر فيك لين ما تموت إن شاء الله. عجيب والله، أنت نهبلت. خبر عاجل، بعد توفيق من الله في الساعة الثالثة فجرا تم القبض على المطلوب جزاء بن إدعار مع مرافقة زيد بن راشد بعد أن حاول الهروب إلى خارج المملكة. ويعد المطلوب جزاء ومرافقة زيد من أهم وأخطر المطلوبين في ترويج المخدرات، وتم محاولة القبض عليهم قبل عدة أيام في مداهمة،
وقد أصيب جزا ولكن لاذا بالفرار. كذاب،